هذا الطريق العجيب هو الطريق البري الذي يربط بين الصين وباكستان. الطريق كلف الصين 65 مليار دولار. طبعا لا نستغرب ونحن نرى هذا الإبداع وهذه الروعة، شيء مبهر ومذهل فعلا. بناءه استغرق 36 شهر، يعني فترة لا تعتبر كثيرة، 3 سنوات. لو نظرنا إلى بعض المشاريع في عالمنا العربي تستغرق عشرات السنين ولا يتم تنفيذها. لاحظوا هذا الروعة، شيء مهول مهول. شوف الطريق كيف معلق. طبعا طوله 880 كيلومتر، 880 كيلو متر طول غير عادي. الجزء الخطير منه طوله 24 كيلو متر، وهو يمر بمنطقة بحيرة عطاء أباد. لاحظوا المنظر، لاحظ كيف معلق، تعليق هائل جدا جدا، يعني عندما ينظر الإنسان من فوق يشعر بالرعب وكأنه في الجو يطير. لاحظ ارتفاع الأعمدة من قعر الوادي وفي جبل وعر جدا، يعني شيء مذهل حقيقة. يعني كيف وصول المواد وكيف وصول النقل وكيف وصول أدوات البناء، الأمر ليس بالسهل فعلا، ولكن دليل على عظمة الإنسان عندما يريد أن ينجز أي عمل يستطيع. الإنسان على ضعفه قوي عندما تكون لديه العزيمة، يستطيع أن يفعل الأعاجيب. وفعلا يعني منجزات الإنسان عجيبة في هذه الحياة وفي على هذه الأرض، ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان خليفة في الأرض. لاحظوا الجسر كيف يعبر من فوق الماء، من فوق النهر، منظر هائل جدا، يعني مناظر طبيعية خلابة وأماكن مذهلة وتصميم فعلا مذهل، قمة الإعجاز وقمة الإبداع لهذا الإنسان. يعني لو كل إنسان فعلا قدم وأبدع وفكر وخطط لرأينا العجب، ولا نمت بلداننا ولا أصبحت من أجمل البلدان. لاحظوا الجسر يعبر فوق الماء، فوق النهر، في منظر رائع رائع جدا ومذهل ومهول. الصين لها منجزات عظيمة جدا في كل المجالات. هذا المنظر الرهيب وهذا المنظر العجيب وهذا الإبداع الذي قل أن نراه.